يقول بأنه تتهمنا بلا منيب بإجهاد حلم اليسار في المغرب. أنا كنقول بأنه الحلم ديال وحدة اليسار كان دائما حلم كل يساريين، ولكننا سقطنا في واحد التيه إيديولوجي، وسقطنا في واحد الاغتراب يعني كبير، وفي واحد يعني الضبابية بالنسبة للاستراتيجية، حتى ولينا غاديين بدون بوصلة. الذي وقع أن اليسار في المغرب حورب من قبل النظام، حورب بشكل كبير، هذا أدى إلى البلقنة دياله. النظام عمل على استقطاب بعض النخب اليسارية، وهذا كذلك أضعف اليسار. جينا المحطة اللي بغيتوا تعرفوها أنتم ديال الانتخابات. أنا من 1997 وأنا مترشح، أول ترشيح ديالي عيط لي سي بن سعيد تلفون قال لي غادي ترشحي في دائرة أنفا، كان ديك الساعة الترشيح الوحيدي. قلت له رفيق بن سعيد أنا مستعدة لا بسيكولوجيكمون لا ماتيريالمون لا والو، ما غاديش. قال لي والو، نبغي نرشحوا نساء كفاء، وانتم كترشحوا ترشيح نضالي وكولو، درنا معركة. ترشحت في كاع الانتخابات كلها، وكتعرفوا التزوير اللي كاين، حتى ملي كنا كنستحقوا النجاح في 2016 ودرنا حملة في المغرب كله في 13 يوم 36 مهرجان، واش من ندوة صحفية وما خلينا فين مشينا، وكل شيء كنت قلنا غنجحوا أباطرات المخدرات البعض منهم ما نجحناش. المهم ما كاين، بس استمرنا. واش انا يعني استقليت في 2016 ما نجحتش، بالعكس استمر النضال وحنا غاديين وكنقولوا غادي نزيدوا. ولهذا يعني الانتخابات الاخيره غندخلوا ليها كفيدراليه، رغم بعض الصعوبات انه درنا اجهزه ديال الفيدراليه اللي هي الهيئه التنفيذيه والتقريريه، ماشي منتخبه، حنا درناها بتوافق بيناتنا. الهيئة التنفيذية فيها 7 من المكاتب السياسية، التقريرية فيها 51. حنا منين دزتنا لو دوزيام موندا ديالي في 2018، هذيك الهيئة التقريرية ما غيرتهاش، فيها رفاق كاع ما نجحوا في المؤتمر الآخر، كانت مشاكل. قلت لهم لا، حنا الوحدة غاديين ليها غاديين، ما غاديش نحسب صحابي نديرهم، أنا عندي صحابي كلهم، هادو كلهم صحابي، ما غيرتش. كون كانت عندي النية بشكل آخر كنت غندير شي وحدين اللي غادي نعمر بهم أبدا. إيوا دزنا المؤتمر ديالنا وجات الانتخابات. الانتخابات عندنا القوانين ديال الحزب هي اسمى من القانون الفيدرالي، الفيدرالي حنا دايرين، حنا ما عندناش قوه كبيره. فتم الخرق ديال القوانين ديال الحزب في الدار البيضاء وفي الرباط وفي فاس في نفس اليوم. واحد الجهه تدخل، ما امين عام ما في المكتب السياسي، وكتطلب واحد الدراري ولاو مختصين في السبان في فيسبوك، هما اللي غادي يختاروا شكون اللي غادي يكون. نتجاوزوا شويه تفاصيل، مشيت عند الامناء العامون قلت لهم حنا عندنا مشكل، وباش تعرفوا يعني ملي تلاقاو مثلا الناس ديالنا ضد الدار البيضاء، وانا غادي نترشح في الدار البيضاء مثلا، انه الرفاق ديال الطليعه والمؤتمر جاوا بدون مقترح، وكيطلبوا ديالنا ياك الاستاذه منير غترشح، حنا ما عندناش وجه معروف اكثر منها، وما عندنا كاع الفرصه باش غنجحوا بحال كاع، واش غتنجح ثاني هذه المره؟ قال لهم لا، حنا ما عندناش مرشح، ديروا اللي بغيتوا حنا غنمشيو معاكم. هذا ما عملتش، هذا راه حيد في البرلمان ديالو في هذا، وخلقوا القانون وثلاثه من فرع واحد، ما كاينش حتى الفرع، ما كان حتى مقر، هما اللي غادي يقروا واش الامينه العامه اللي مشات يعني ما عندي ما تنشكرش انا راسي، انا كنقوم غير بالعمل ديالي، وكنتمنى نتوفق واخا غير في 50%. شباب يعني متحكم فيه وعنده الشيخ، غادي يقول لنا حنا منين غادي ندوزو. قلت للرفاق ديال المؤتمر الطليعه واش عرفتوا واش كاين؟ قال لك عارفين. قلت له عاونونا نلقاو الحل ونطوروا هذه الصفحه هذه البائسه، شو ما يتسمع لينا بان قيادات هذو الاسماء اللي ذكرتو هي اللي كتحرك هذوك الدراري، باش بغيت شو واحد يذكر لي يقول لي القيادات ديال صار يجبد لي بن سعيد هو الاولاني، بداو لي بن سعيد وديك الساعه نتكلموا معاكم معلوم كاين ناس محترمين موجودين. اذا هاد الناس ما بغاوش، قلت لهم عادش غديروا، حنا غادي ندخلوا انتخابات، الله يخليكم نعطيو راسنا شهر باش نحلوا المشكل، واخا نتوما كامناء وهذا عطوا راسنا شهر. انا ما غنقبلش بخرق القانون في الحزب، ديجا سمحت بتزوير الصناديق 2007 وسكت، ما كنتش امينه عامه، لان هذا قال لك لا راه حنا يلاه توحدنا مع هاد الناس ما نقولوش للاخرين راهم تيزوروا الصناديق. قلت لهم انا غادي نسكت دابا، ولكن عاونونا نلقاو الحل، نحترموا القانون، القانون اللي هو الاساس. ما بغاوش هاد الناس. المهم قلت لهم غادي نحيدوا التوقيع ديالنا بثلاثه في انتخابات هذه ديال الغرف، ما كنا وجدنا لا والو، الناس غير كتضرب على الكراسة واش غيكون من بعد، ما خلوناش نخدم، ما خلوناش. انا كنظن خلوني نشتغل في هذا المنظر دوبي 2018، كنا غادي نديروا عمل كبير، لان كاين ناس مهمين جدا اللي طلع لهم الخل للراس بكثره العراقيل
يدخل مكتب السياسي كنقول لهم الشر واخو كيقول له الراي وكيخرج يكتبها في الصحيفه. ولينا في العبث ولينا في الاخلاق. انا اؤمن بان السياسه هي اخلاق اولا قبل كل شيء. اذا هاد الناس هادو داروا قال لك تيار تيار نص ديال الاوراق كلها سب في الامين العام. وانا عمري ما غادي نقول شي كلمه خايبه على رفاقي كيف ما بغوا كل واحد تيتحمل هادشي ديالو. ما خلاو ما داروا الامناء العامود الاخرين واخا هو واحد الامين عام كنقول له استاذ راه مره كيجينا شي قائد يساري وانت هي هو هذاك القائد خصك تقودينا. قلت له انا خويا ماشي غادي نقودكم كون كنت باغيه بالفعل نقود الفيدراليه طلبوني بريسك جنو باش نقود الفيدراليه. قلت له انا نقود الفيدراليه ما نقدرش نكتب على المغرب منين وجدوا المشروع وتقادوا عليه ديك الساعه اي واحد فينا يقول حيت المشروع هو اهم من الاشخاص كلها اللي هي الى زواج. فهذو امناء ما بغوش يعاونونا. قلت له الحق خرجوا غير من الانتخابات المهنيه فاذا به وخبرناهم بوجود اعضاء ديال المكتب السياسي. في الاخر يعني مشاو هما هذا تيجريو الرساله ملي قالوا للرفاق استاذ الرساله راه ديال الاف جي دي ماشي ديال الاف دي اجي. قلت لهم ما غاديش نحنايا نمشيو مع رفاقنا للمحكمه في حين ان الشبيبه ديال الحزب ديالنا حنايا اللي هي شبيبه جروها واحد الوحده ماشي شبيبه واحد خمسه ديال الناس ضربوا معنا في المؤتمر وزوروا وداك الشيء طلعوا واحد الدراري مشاو داونا للمحكمه دعونا في المحكمه يعني وصلنا للعبد. انا ومليون يعني الاخوان راهم في الفيدراليه وعندهم مشروع وحدوي كنتمنى لهم كامل النجاح. ولكن انا اؤمن ماشي دابا هذه نرجسيه بان النجاح اليساري اليوم راه موجود في الخانه ديال بيس ديال الحزب الشراكي الموحد. الناس منضبطين والقانون وهذا وحنا كنحلموا دابا 50 عام ان شاء الله هذا الشباب اللي جاي غادي يتوسع وغادي يحمل المشعل ديال التغيير الديمقراطي والعداله الاجتماعيه والكرامه. حنا نهار مشينا للحسيمه شكون اللي مشى؟ كاين شي وحدين ديتهم انا بحال اللي غادي يبلي يهودي للجامع. فوالا غادي نحب شويه لان هذا الموضوع انا بغيتوني نجي نهضر معاكم فيه بكل صراحه. ما عنديش انا كون كنت باغي الكرسي راني رئيسه الحكومه ربما اليوم وندخل شي حزب اداري وداك الشيء هذا شحال هذوما كيدوروا وداك الشيء. حنا ما حنا دوك الناس يمكن قدام بزاف الفكر ديالنا ونؤمن بالاخلاق ونؤمن بانه سنكون نحن في خدمه هذا الشعب يفو سيرفير يعني با سو سيرفير. انا ما عنديش بيرو اللي فين نستقبل غير شي واحد فيكم هنايا في المقر ديال الحزب كنستقبلوه في القاعه الكبيره وما كاين باس حنا غادي كيف ما كان حال هاد الناس. انا كنتمنى منهم يحبسوا من الكذوب ويحبسوا من التشهير. راه غير داز دابا المؤتمر الصغير ديال النقابه داروا المغرب كله من اجل الشيطانه ديال المغرب. انا مشيت باش نحتفل بالمؤتمر وكنتمنى ان النقابه تحيا وكنتمنى الاحزاب انها تحيا وكنتمنى. ما تنساش الاشتراك في قناه المنصه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارتاجي الفيديو الى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر اخر ديما على قناتكم المنصه.